مساء الخير. سجلات هذا المساء يعالج مسألة لافتة نوعا ما، هي مسألة القوميات بشكل عام، الفكر القومي. لكن نتحدث هذه المرة عن القومية السورية، عن الفكرة وعن الرهن. أهلا بك أستاذ أحمد أصفهاني، حضرتك صحفي وكاتب سياسي. القومية السورية هي فكرة وحزب تأسس في مطلع تقريبا القرن الماضي على يد أنطون سعادي، وهو شاب كما يعني تذكر الأدبيات، كان قادم من البرازيل وأتى بهذه الفكرة اللي بشكل أو بآخر كانت استثنائية. لا أعرف مدى استثنائيتها في المنطقة، هل كانت هذه الفكرة فكرة مستوردة، كانت متداولة، كانت الفكرة القومية الأوروبية موجودة كالفكرة القومية في فرنسا والفكرة القومية في ألمانيا، فهل الفكرة القومية السورية كانت وليدة لبنان أو وليدة شيء آخر؟ يعني يجب هنا أن نفرق بين مسألتين، مسألة القومية الاجتماعية التي أعطاها أنطون سعادي للهوية السورية، وبين الفكرة السورية بشكل عام. الفكرة السورية لم تأتي مع أنطون سعادي، أنطون سعادي أعطاها هوية سياسية إيديولوجية. الفكرة السورية موجودة منذ مئات السنين. كي لا نعود إلى التاريخ القديم، بلاد الشام، الهلال الخصيب، حتى العرب عندما أتوا من الجزيرة العربية كان واضحا أن هناك تمايزا جغرافيا، بمعنى الهلال الخصيب مقارنة بالجزيرة العربية. لكن سأعود إلى مرحلة أعتقد أنها مفصلية في بروز هذه الفكرة وفي بدء أعطائها نوعا ما من المضمون السياسي. 1860 هي الحرب الأهلية في لبنان، الفتنة في لبنان، وكما وصلت إلى سوريا. في تلك الفترة من أبرز الذين تحدثوا عن الهوية السورية كبديل للتقسيم المذهبي والصراعات الطائفية أبرزهم المعلم بطرس البستاني. ندرك تماما مشهور المعلم بطرس البستاني، ولا ضرورة للحديث عنها. لكن بعد الفتنة بال 1860 أصدر منشورة وهي مطبوعة كانت توزع اسمها نفير سوريا. هذه المطبوعة أعادت التأكيد على الهوية الوطنية، لم تكن هناك هوية قومية. تعتمد على ماذا في كلمة سوريا؟ سوريا تعتمد على الواقع الجغرافي، والواقع الجغرافي لم يكن واضحا آنذاك. كان هناك واقع جغرافي يقول أن لبنان وفلسطين والأردن لم يكن موجودا، وسوريا ولبنان قلنا هي بلاد الشام سوريا. البعض الآخر كان يتحدث عن العراق بوصفه الجناح الثاني من الهلال الخصيب، لكن كان في مرات يتحدثون عن سوريا العراق بوصف سوراقية. لكن بتلك الفترة كان التركيز على لبنان، الشام، الأردن وفلسطين بوصفها سوريا جغرافيا. تلك المرحلة ركز المعلم بطرس البستاني وغيره من المفكرين النهضويين على أهمية الفكرة الوطنية وليس الفكرة القومية، بوصفها البديل للصراعات المذهبية الطائفية التي أوصلت البلاد إلى مسألتين: مسألة الصراعات المذهبية والمذابح التي حدثت 1840-1860، وأيضا بداية التدخل الأجنبي، أي الحمايات الأجنبية للطوائف في بلاد الشام. وهذه الحمايات كانت تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى أن مصالح الدول الأجنبية تعيد تفجير الوضع في المنطقة في صراعات مذهبية. أنطون سعادي جاء في مرحلة لاحقة بين 1860-1932، عندما بدأ أنطون سعادي تأسيس الحزب، نشأ هناك جيل من المفكرين الذين نسميهم المفكرين النهضويين، شبل شميل، الكواكبي، البستاني، دكتور خليل سعادي، كلهم تحدثوا بطريقة أو بأخرى عن الوطن السوري، الهوية السورية، لكنهم لم يعطوا هذه الهوية، هذا المفهوم، المفهوم الجغرافي الكامل الذي أعطاه أنطون سعادي. تتحدث عن أي عام؟ بالثلاثينات أربعينات؟ أنا أتحدث عن 1880-1890-1900-1913، المؤتمر السوري الكبير في بيروت وغير ذلك. طيب، هذا الكلام عن سوريا أتى سابقا عن الكلام عن القومية العربية. يعني كان هناك في الزمن العثماني بداية التمرد على السيادة العثمانية باختراع إطارات جديدة، فتم الكلام عن إما قومية سورية إما قومية عربية. برأيك ما الفرق بين الاثنين؟ لماذا من اختار أن يكون سوريا وآخر اختار أن يكون عربيا بالتميز مع العثماني؟ في تلك الفترة التي أتكلم عنها 1880-1890-1900 بدأ حراك عثماني جديد أطلق عليه لقب التتري. كانت ردة الفعل السوريين
بما فيهم اللبنانيين. يعني يجب أن لا ننسى أن أبرز من أنقذ اللغة العربية آنذاك هم اللبنانيون. يعني البساتنة اليازيجيان وغير ذلك هم الذين اشتغلوا على اللغة العربية وأعادوا إحيائها بطريقة أو بأخرى، بالإضافة إلى مجموعة من علماء الدين. اشتغلوا على اللغة العربية بصفتنا عرب أم بصفتنا سوريين؟ بصفتنا وهذه هي إشكالية. على سبيل المثال نجيب العزوري مثلا كتب كتاب عن القومية العربية، لكنه كان يتكلم عن القومية العربية بوصفها العامل اللغوي في مواجهة التتريك العثماني. ردة الفعل كانت ردا على التتريك العثماني كانت إحياء اللغة العربية والتمسك بالهوية العربية بمعناها اللغوي. هناك في تلك الفترة الفارق كان بين مسألتين، مسألة هناك من يتكلم عن العروبة بوصفها عاملا ثقافيا لغويا تاريخيا إسلاميا، وهناك من يتكلم عن القومي الوطن السوري بوصفه عاملا جغرافيا له تمايز عن بقية المناطق العربية. حتى في مصر في تلك الفترة بالعشرينات والثلاثينات 1920-1930، وقد عملت على هذه الفترة سياسيا وأدبيا، أنا تبين أن المصريين كانوا ينظرون إلى بلاد الشام بوصفها منطقة جغرافية مختلفة تربطها علاقات لكنها منطقة مختلفة، وأيضا السوريون في المنطقة كانوا ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم متميزين على الآخرين، لكن الضياع كان بين التركيز على الهوية العربية بوصفها عاملا لغويا والتركيز على الهوية السورية بوصفها عاملا جغرافيا. بأي معنى تتحدث عن كلمة تميز؟ تتميز هذه المنطقة عن الجزيرة العربية أو بأي معنى؟ بالمعنى الوراثي، بالمعنى الجيني، بأي معنى تتميز؟ هذه إشكالية كبيرة وجوبها بها أنطون سعادي عندما تحدث عن السوريين بوصفهم شعبا متميزا عن بقية المناطق. تاريخيا كان هناك امتزاج حضاري، يعني كانت هناك نزوحات من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب، وكانت هناك أيضا ما قبل الإسلام نزوحات من الهلال الخصيب إلى الجزيرة العربية، وهذا ما يسمونهم العرب المستعربة والعرب العاربة. وأيضا كانت هناك نزوحات من الهلال الخصيب إلى بلاد إلى مصر وغير ذلك. لكن النقطة التي تفرق بينهم أن الواقع الجغرافي، وهذه هي نظرية أنطون سعادي المختلفة عن النظريات السابقة له، أن الواقع الجغرافي يحتضن هذه الجماعات البشرية ويخلق منها متحدا اجتماعيا له دورة اقتصادية حياتية واحدة عبر التاريخ. هو سأل سؤالا مهما جدا عندما حاول أن يستشف المستقبل، قال: هل يصبح العالم أمة واحدة؟ السؤال من يدري، هذه العولمة التي قد نأتي إليها لاحقا. لكن في مصر كانت هناك دورة اقتصادية واجتماعية واحدة، في الجزيرة العربية دورة، وفي المغرب العربي دورة. هذه الدورات تتلاقى وتتباعد، لكنها لم تشكل من وجهة نظر أنطون سعادي أمة واحدة بالمفهوم القومي الاجتماعي الذي أعطاه هو، وليس بالمفهوم القومي الأوروبي القائم على اللغة أو العرق أو حتى الدين. بالجذور التاريخية إلى أين تعود هذه الأمة السورية؟ هناك كتب كثيرا عن هذا الموضوع، بالمعنى الجغرافي تعود إلى ما قبل التاريخ الجلي، لكن بالمعنى التاريخي أول لقب لاسم سوريا أعتقد في القرون الأول والثاني قبل الميلاد وبعد الميلاد، وهناك اختلاف من أين جاء اسم سوريا. حتى الرومان سموها سوريا، لكن من أين جاء هذا الاسم؟ بعضهم يقول من الأشوريين، بعضهم يقول من السريان، بعضهم يقول من أشوريا تحولت إلى سريان وشبه ذلك. كتب كثيرا عن هذا الموضوع من حيث الاسم، لكن العرب أعطوها مجموعة من الأسماء المتميزة، بمعنى كانوا يتحدثون عن بلاد الشام، وهي بالمعنى اللغوي هي بلاد الشام في الشمال مقارنة بالجزيرة العربية في الجنوب. كانوا يتحدثون عن هلال الخصيب، أي المنطقة ما بين النهرين وبلاد وسوريا الحالية ولبنان، الذي يشكل هلالا خصيبا مقارنة مع الجزيرة العربية. لكن لقب سوريا تحديدا لم يستعمل إلا في القرون الثاني والثالث بعد الميلاد، عندما نشأت الأمبراطورية البيزنطية وبدأ الحديث عن إقليم سوري في هذه المنطقة. طيب، على المستوى البشري أيضا، أصول فينيقية، أصول كنعانية، من أي يعني من أي أصول؟ هو مزيج. يعني هذه المنطقة كانت منطقة فتوحات،
يعني إذا عدنا للتاريخ المنظور على الأقل الأشوريون جاءوا إليها، البابليون، الفرس، ثم العرب، البيزنطيون والصليبيون. هذه الفتوحات بشكل طبيعي كان هناك نوع من التمازج، لا تستطيع أن تأتي بمجموعة بشرية تستوطن في منطقة إلا ويحصل هناك نوع من التزاوج. بين أنطون سعادي ركز على التمازج السلالي وليس على النقاء السلالي، هذه نقطة تميز فكر أنطون سعادي، لأنه ركز على أن الحاضن الجغرافي هو الذي يحضن هذه الجماعات البشرية ويؤمن لها الإمكانيات للتفاعل. إذا تفاعلت تصبح جزءا من هذا المكون الشعبي، إذا لم تتفاعل إما أن تهاجر أو تصبح منبوذة. ارتباط السوريين هو ارتباط بالدم أم بالأرض؟ عندما نتكلم عن الحاضن الجغرافي، كل من سكن الحاضن الجغرافي يصبح سوريا أم يجب أن يكون من؟ أبدا لا، لا، ليس من أصل سلالي. كل من سكن هذه الأرض وتفاعل معها أفقيا وعموديا، أي بين الشعب الجماعات ببعضها وبين الأرض والشعب، يصبح مواطنا لهذه الأرض وله مثل ما لأي مواطن آخر من حقوق وواجبات. لم تذهب الفكرة القومية السورية إلى وصف جيني للسوري، من هو السوري أبداً، من أي سلالي شكله؟ أبدا أبدا، هذه أيضا إشكالية ربما تلمح إليها بطريقة أو بأخرى. في كتاب نشوء الأمم، وهو كتاب علمي وضعه أنطون سعادي بال 37-36 عندما كان في السجن، تحدث عن السلالات البشرية، وهذا حديث علمي له باع طويل، يتحدثون عن منفلطحين الرؤوس، مستديري الرؤوس وغير ذلك. هذا شأن علمي تماما، كمان علماء الآثار الآن يتحدثون عن أن بداية الإنسان من إفريقيا وهو أقرب إلى القرد منه، ويتحدثون عن الرؤوس المفلطحة وغير ذلك والأنف الأفطس. هذا كتاب علمي لا علاقة له بالمفهوم القومي السوري الذي وضعه أنطون سعادي. بمعنى المقصود هنا أن كتاب نشوء الأمم كان يتحدث عن نشوء الأمم بالمطلق في التواريخ البشرية. سأعطي نموذجا، ودائما هذه مسألة كانت إشكالية عندما تتحدث عن سلالات بشرية. هناك سلالات لها استعداد للتطور، وهناك سلالات قد تأخذ وقتا طويلا للتطور، وأمثلة على ذلك الهنود الحمر قبل دخول الأوروبيين إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. كل يعلم أن قبائل الهنود الحمر تمتد من أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، إلى أمريكا اللاتينية، وهي من نفس السلالات، قبائل مختلفة لكنها سلالة واحدة. الفارق بين الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية والهنود الحمر في أمريكا الجنوبية ليس سلاليا، لكن الاستعداد الحضاري. الهنود الحمر في أمريكا الشمالية لم يكونوا حضارات مدينية، ربما كان الواقع الجغرافي يسمح لهم بالسرحان كما يريدون، بينما في أمريكا اللاتينية نظرا إلى الواقع الجغرافي هذه السلالة ذاتها استطاعت أن تبني حضارات الفيرو وحضارات المكسيك والأنكا والأستيك. إذن ليست المسألة مسألة سلالية فقط، هي كما يقول أرنولد تويبي هي التحدي والاستجابة. بعض الشعوب تواجه تحديا خطيرا تستجيب، بعض الشعوب لا تستجيب، وبالتالي هناك شعوب كثيرة انقرضت في العالم، وبالتالي أنطون سعادي التركيز كان على هذا التحدي والاستجابة، أي الواقع الجغرافي الذي يقبل كل الناس ويعطي المؤهلات للنمو والتطور. حاليا يعني بالتطور التاريخي، الفتح الإسلامي لسوريا هل يعتبر غزوا من قبل الفكرة السورية؟ هل هم يعني بأي معنى، ما تعريفه، كيف يمكن هضمه داخل سوريا؟ أبدا، الفتح الإسلامي هو نوع من الهجرات. يعني من القصص المشهورة عندما اصطدم الخليفة عمر بن الخطاب مع بقايا اليهود في الجزيرة العربية، أمر بطردهم من الجزيرة العربية، طردهم إلى بلاد الشام وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. هو طردهم إلى بلاد الشام، هذا اعتراف بطريقة أو بأخرى أن بلاد الشام واقع مميز عن الجزيرة العربية، هذه حادثة. لكن العرب الذين جاءوا مع الفتح الإسلامي ليسوا البداية، هناك غزوات عربية قبل، هجرات عربية، الكنعانيون من أصول سامية، الأشوريون من أصول سامية وغير ذلك. لكن الجديد في الفتح الإسلامي أنه جاء بعاملين أساسيين كان لهما على المدى التاريخي تأثير حاسم وربما خطير جدا في تطور